يعني وجهة نظرك، شايف أداء الأهلي كان إزاي؟ هل الأهلي أخطأ فنيا؟ إيه اللي حصل؟ مؤكد ان المباراه بالامس كان فيها كواليس كتير من قبل حتى بدايه المباراه او من دخول معسكر الاعداد للمباراه. النادي الاهلي طبعا نادي اسم كبير، هو الافضل في البطولات، هو الافضل في التاريخ، هو الافضل في بطوله السوبر الافريقي نفسها، واخد اللقب 8 مرات. اتحاد العاصمه الجزائري لسه يبحث عن اللقب الاول ليه. نقدر نقول كان في حاله معنويه ان الاهلي داخل المباراه ليدنج، او النادي الاهلي داخل المباراه على مستوى الجهاز، على مستوى اللعيبه، ان هم حاسين ان هم الافضل والاقرب لحسم اللقب. وده يعني لا نأمن دايما ابدا غدر كره القدم، لازم طبعا كل مباراه لازم ان انت تديها حساباتها وتديها احترامها للمنافس مبكرا. طبعا فكره اللعب من قبل، او ان دي تكون اول مباراه في الموسم، ما فيش مباريات محليه قبل كده، الفريق ما دخلش الاجواء في المنافسه، كل الحكايه ان هو كان بس ماتشين وديين، ماتش في معسكر النمسا مع الفريق السلوفيني، ومباراه طلائع الجيش الوديه هنا في القاهره بعد عوده الفريق. مؤكد ايضا ان كان في ان الفريق مش ما كانش بكامل العدد، او ما كانش بكامل قواه استعدادا للمباراه، كان في رباعي دولي موجود مع منتخب مصر الاول، كان في بيرستاو مع جنوب افريقيا، علي معلول مع تونس. الحاجات دي كلها كانت ممكن تكون هزت شويه استعدادات الفريق النادي الاهلي للمباراه. احنا بنتكلم اجواء ما قبل المباراه. المباراه نفسها تشكيل كولر، انا شايف ان في ملاحظتين. طبعا هو البدء بامام عاشور ورضا سليم في بدايه المباراه او من اول التشكيل الاساسي. دايما انا احب المدرب اللي بيلعب على المضمون، او اللي بيلعب بشكل واقعي. ممكن الناس تقول ان ده فكر كلاسيكي او كده، وان لازم يبقى في مغامره في كره القدم، ولكن مش في بطوله قاريه ومش في مباراه مهمه صحيح. زي مباراه السوبر. وبعدين لو الأفريقي هغامر مثلا، اغامر وانزل امام عاشور على الاقل عارف طريقه لعبنا عامله ازاي. بالظبط. انما رضا سليم والله لسه اول مره. انا كنت شايف الانسب والافضل في مباراه زي ديت ان يكون قفشه على حساب امام عاشور، ويكون بيرسيتاو طبعا على حساب رضا سليم، بعد كده ادخل اللعيبه دي تدريج، ادخلها في الشوط الثاني، بعد كده يبداوا يحفظوا بعض. احنا لو شفنا في عمليه بناء الهجمه في بالامس، كان في اكتر من فرصه اللعيبه مش حافظه بعضها، لعيبه الوسط مش حافظه ان امام عاشور في المكان ده، على غير لو كان لاعب افشف على سبيل المثال، احنا حافظين بعض وفي تناغم. نفس الحكايه لرضا سليم، طبعا هو ممكن يكون اضافه جيده في الفتره اللي جايه. وبالمناسبه مارسيل كولر اتكلم على الصفقات وعلى مشاركه امام وعلى مشاركه رضا سليم بالامس، وقال ان هم هيكونوا اضافه فنيه في المباراه القادمه، ولكن كان الافضل او كنت متوقع ان كان مارسيل كولر يبدا بالتشكيل اللي حافظ بعضه على سبيل المثال. مش هنتكلم قوي على التغييرات الدفاعيه، ان رامي ربيعه لعب على ياسر ابراهيم، لان على الاقل الثلاثه اللي جنب بعض حافظين بعض، سواء هاني او منعم او علي معلول. في النهايه هارد لك للنادي الاهلي، وفي بطوله فعلا بتخسر، ولكن لازم يبني مارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي على الخساره ديت، لازم يستعدوا جيدا للبطولات اللي جايه، سواء الدوري الافريقي، الدوري المحلي عندنا، بطوله كاس العالم للانديه في السعوديه. الاجواء ديت لازم تكون زي ما بيقولوا كده جرس انذار، او محاوله تصحيح للاوضاع في الفتره اللي جايه. على ذكر امام عاشور بقى، يعني الاهلي امبارح ما كانش مسيطر على خط النص زي ما كنت بتتكلم. صحيح. برغم وجود امام عاشور وديانج. تمام. فين يعني ومروان كمان. بالظبط. يعني فين المشكله؟ مشكله يعني حتى مارسيل كولر لا يعني عارف يتعامل مع الاهلي كويس جدا، وحقق انجازات كبيره جدا، وحتى يمكن الصفقات اللي حصلت مؤخرا، صحيح مودست لسه ما تمش قيده يعني، فبس رضا سليم موجود وشفنا شكل المباراه ازاي. يعني في اسئله برضو هنا كتير، بس عشان مش عايزه ادخل بس المواضيع في بعض. مبدئيا مشكله خط النص كانت فين عند الاهلي؟ انا شايف ان ممكن فكره زي ما قلت لك التناغم بين عناصر الفريق، فكره ان انا كنت حافظين بعض واحنا بنلعب. كان قبل كده طبعا قبل احتراف حمدي فتحي، كان حمدي فتحي وديانج والسوليه ممكن يلعب، او حمدي فتحي وديانج وقفشه، او مروان وحمدي وديانج. كان الثلاثه دول او اللي موجودين بالتناوب في الحته دي كانوا حافظين بعض. امام عاشور لسه ما دخلش في فكره التناغم او التناسق، 20 يوم او 15 يوم بيلعب تمرينات مع الفرقه وفي معسكر ودي وماتش ودي او ماتشين، مش كافيين ان هو يدخل في اجواء المباراه. ولازم برضو ما نبخسش حق المنافس، احنا بنتكلم ان فريق اتحاد العاصمه كان عامل تنظيم دفاعي بشكل رائع. المدير الفني عبد الحق بن شيخه من المدربين المخضرمين جدا. كنت قريت تقرير ان الراجل ده ما خسرش اي نهائي لعبه. الراجل ده في السوبر الافريقي اللي لعب مع نهضه بركان، كان هو برضه تقريبا يعني صوره او سيناريو مشابه للي حصل بالامس، كان بيقابل الوداد المغربي، والوداد المفروض هو اللي ليدنج وهو اللي يحسم السوبر وهو اللي يخلص المباراه، ولكن قدر نهضه بركان هو اللي يفوز باللقب. فكان لازم مارسيل كولر يحسب الحسابات دي كويس، ان المدير الفني المنافس مخضرم اسم كبير في القاره الافريقيه، ان الفريق الجزائري بيلعب بتنظيم دفاعي مميز جدا.
فكره ان انا العب مباراه مفتوحه وان انا اعتمد على سرعه اللعب بتاعتي والنقل الهجومي بتاعي على فريق منظم دفاعيا مش دايما هي اللي هتحل المباريات اللي بالشكل دوت. وكان لازم برضو نهايه المباراه في الدقيقه 43 ضربه جزاء، كان لازم من بدايه الشوط الثاني ابين للمنافس ان انا داخل بحماس وبقوه وادفع بتغييرات مبكره من اول الشوط الثاني. وهو ايضا مارسيل كولر اتكلم عن النقطه ديت، قال هو طب هو حد هيضمن ان التغيير المبكر هيضمن الفوز؟ بس انت كنت لازم تبادر وتدفع بالاوراق الهجوميه بتاعتك في الدقيقه 45. واحنا مش بنتكلم على انه الفريق المنافس كسب او لا، احنا بنناقش وبنحلل اداء فريق. مظبوط، هي الفكره مش في مين كسب وسير المباراه، اداء الفريق وسير المباراه. كان الافضل لمارسيل كولر ان هو يبدا تغييراته في الدقيقه 45 ويبين زي ما قلنا للمنافس ان انا داخل بشكل هجومي وداخل اعوض الهدف اللي اتسجل في الشوط الاول.